بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي، رجعنا لكم بفيديو جديد. دائما مع جديد. راح نتكلموا اليوم على اخبار لاعبين المحترفين الجزائريين المتواجدين في الدوريات الاوروبيه. كما نعرفوا رانا في ميركاتو صيفي، تقريبا كامل البطولات انطلقت، ما بقاش كثير، ويغلق سوق الانتقالات تاع الميركاتو الصيفي 2019. كثير من اللاعبين الجزائريين اللي مازال الوجهه تاعهم مازال لحد اليوم مازال ما بانتش، راح نتكلموا عليهم. راح نتكلموا انتقالات المرتقبه لبعض لاعبينا. نبداو باللاعب ياسين بنزيا، اللاعب السابق لنادي ليل اللي يلعب مع ليل، هو عقد تاعو مازال مع ليل، لعب في فينيرباتشي الموسم الفارط. كما شفنا لعب نصف موسم تقريبا، مرحله العوده كامل ما شاركش فيها هو وسليماني مع فريق فينيرباتشي. ياسين بنزيا راه محل اهتمام نادي اولمبياكوس اليوناني، كما نعرفوا نادي اولمبياكوس يلعب فيه اللاعب هلال العربي السوداني، وايضا فريق مالاتايا سبور التركي، اللي المدرب تاع هذا الفريق اللي راه حارس كثير علاش باش يجذب هذا اللاعب الى فريقه. يعرف الامكانيات تاع اللاعب وتكلم كثير على اللاعب، وشفنا في الصحافه التركيه تكلم هذا المدرب على اللاعب انه موهبه ولاعب صدير نسحقوه في اي وقت. هذا فيما يخص بنزيا، وحنا رانا في المتابعه تاع ياسين بنزيا. اللاعب الثاني راح نتكلموا عليه ايضا، اللي عندنا بزاف ما تكلمناش عليه وغاب كثير، هو اللاعب نبيل بن طالب. نبيل بن طالب كما نعرفوا معاقب في فريقه نادي شالك 04، وطالبوا المدرب وحتى الاداره طالبت نبيل بن طالب انه يجد فريق باش ينتقل اليه. اليوم شفنا في الموقع الرسمي تاع نادي شالك 04 الاداره والمدرب يعفو على اللاعب نبيل بن طالب، وابتداء من الغد نبيل بن طالب راح يكون مع الفريق الاول ويدخل في التدريبات تاع الفريق الاول. نعرفوا شالك 04 بدايه سيئه في البندزليغا هذا الموسم، شفنا المقابله تاع نادي بايرن ميونخ ضد بايرن ميونخ، خسر بثلاثة مقابل صفر على ميدانه. دونك النادي راه محتاج الى كامل العناصر تاعو، وراح نبيل بن طالب يفتح صفحه جديده مع فريقه شالك 04 بعد ما كان مقرب جدا من انتقال الى نادي فيردر بريمن الالماني، الا انه في اخر لحظه شالك 04 والمدرب يطالب نبيل بن طالب انه يرجع للفريق الاول. دونك نتمنى بن طالب يرجع الى المستوى اللي كان عليه مع فريقه شالك 04. هذا فيما يخص نبيل بن طالب. تكلمنا على ياسين بن زياد، تكلمنا على نبيل بن طالب، نتكلموا ايضا على ادم اوناس. ادم اوناس اليوم فريق نابولي يتعاقد مع لاعب جديد اسمه لوزانو، راح يحمل الرقم 11، الرقم هذا تاع الدوسار تاع اللاعب ادم اوناس. دونك ادم اوناس خارج اسوار نادي نابولي هذا الموسم، وبالتالي راح ينتقل الى نادي نيس كما ذكرنا في فيديو سابق. هو الان متواجد في نيس، وغدا ان شاء الله راح تعلن الصفقه تاع ادم اوناس مع فريقه نيس، في صفقه تاع على شكل اعاره زائد بند حق شراء العقد. دونك راح يكون مع يوسف عطال في نادي نيس، وراح نشوفه هذا الموسم في الليغ الفرنسيه، ويعود الى الليغ بعد غياب حوالي 3 سنوات بعد ما كان مع نادي بوردو، من بوردو ينتقل الى نابولي والان يعود الى نادي نيس. هذا فيما يخص ادم اوناس. ايضا راح نتكلموا على اللاعب اسلام سليماني اللي تكلمنا عليه الانتقال تاعو الى نادي لايس موناكو. اسلام سليماني في اول مقابله يسجل هدف، وشفنا النقطه اللي نالها في هذه المقابله نقطه 7 من 10، من احسن النقاط في هذه المقابله، ما كاش اكثر من 7. هو وايضا زين الدين فرحات لاعب نادي نيم في هذه المقابله ضد اسلام سليماني، وايضا تحصل على نقطه 7 على 10، وكان صاحب تمريرتين حاسمتين، وين ادت بنادي نيم باش يجيب نتيجه من نادي موناكو. دونك هذا فيما يخص اسلام سليماني وايضا زين الدين فرحات. شفنا ايضا في البدايه الدخول القوي تاع اوندي ديلور مع ناديه مونبيلي، وهذا الاسبوع راح يكون في مقابله ضد نادي ليون، راح يكون الانظار موجهه الى اوندي ديلور، راح نشوفوه واش راح يقدم ضد نادي ليون. كما نعرفوا نادي ليون نادي ممتاز وفيه لاعبين كبار، دونك راح نشوفوا اوندي ديلور مع نادي ضد نادي ليون. ايضا شفنا تالق تاع مهدي عبيد مع فريقه نونت، واول فوز لنادي نونت على ارضيه ميدانو، وين شفنا التمريره الحاسمه كانت من مهدي عبيد تاع الهدف الوحيد في المقابله لنادي نونت، وين على اثر الركنيه
مهدي عبيد ينفذ الركنية والهدف يجي من عند مهدي عبيد. أيضا نتكلموا على إسماعيل بن ناصر اللي دخل في هذا الأسبوع مع فريق ميلون أسي في أول مقابلة، وشفنا كان احتياطي ودخل ابتداء من الدقيقة 74 وقدم بعض الكرات الجيدة. ميلون أسي خسر هذه المقابلة ضد أودينيزي خارج القواعد. بعد المقابلة جماهير نادي ميلون على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت بإشراك إسماعيل بن ناصر من البداية، وطالبت المدرب باش يكون إسماعيل بن ناصر كلاعب أساسي مع فريق ميلون أسي ابتداء من المقابلة القادمة. دونك بعد الأداء السيء تاع اللاعبين وسط ميدان تاع نادي ميلون أسي في هذه المقابلة ضد إدينيزي، ممكن جدا راح نشوفوا إسماعيل بن ناصر أساسي مع ميلون أسي في المقابلة القادمة إن شاء الله على ملعب نادي ميلون أسي. دونك هذا فيما يخص لاعبين المحترفين، تكلمنا تقريبا على كثير اللاعبين اللي راهم مازال الوجهة تاعهم مازال ما تحدش. في الأخير ما علي إلا نشكركم على المتابعة، وإن شاء الله مازال من الفيديوهات، وراح نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله.